تقشير الثوم من الأمور المزعجة، وخصوصا إذا كنت بدك فستم واحد هيك ومستعجلة، فممكن إحنا نعمل هالفكرة البسيطة باستعمال قشارة الثوم نفسها اللي إحنا متعودين عليها. ما تقشر الثوم زي ما هو، حطيه بالقشرة، ومجرد ما تضغطي عليه بهالطريقة حينزل الثوم ناعم وجاهز للاستعمال، وبعد هيك بتلاقي القشرة طلعت في منتهى البساطة والسهولة، بتتخلصي منها وتكرري هالخطوة عدة مرات على حسب حاجتك للثوم.